الدكتوره هبه نايف هيكل، دي الاستاذه في كليه الاعلام التابعه للاكاديميه البحريه. الحقيقه يعني حصل كلام بيني وبين هذه الدكتوره المحترمه، وقالت ان في عالمه مصريات بتطالب بتسهيل حصولها على تذكره طيران تيجي مصر. ايه الموضوع بتاع هذه السيده او هذه الدكتوره؟ هذه الدكتوره اسمها اليزابيث فرود. هتشوفوا بعض الصور كده لحين الدكتوره هبه ما تكون معانا على التليفون. هتشوفوا بعض الصور كده. هذه السيده او العالمه على حسب الدكتوره هبه ما قالت لي انها عالمه مصريات مرموقه وهي في انجلترا. طيب هاتوا لي الصور الاول بس يا شباب لو ممكن. الصور جاهزه؟ الصور اهي. انتوا ليه الجزر المنعزله دي؟ هات الفيديو يا ريس، هات الفيديو بعدين الصور. هات الفيديو. لو طلعنا الساعه واحده ولا اتنين برضه هنكون. So my name is Elizabeth Frood and I am a associate professor of Egyptology at the University of Oxford in England. I'm really sorry for speaking in English. I'm ashamed to say that my Arabic is too limited, so I'm sorry for that. I've worked in Egypt my entire career, and I love it. But very sadly, 2.5 years ago, I got very ill with sepsis. And as a result, I lost my legs, both legs below the knee, and I also lost the use of my hands, as well as the hearing in one ear and various other things. So I haven't been back to Egypt since I got ill, and I haven't been able to resume my work there. I am back teaching though. I returned to teaching Egyptology about a year after I got sick, and I'm back to research as well. So the next thing I have to do is come back to Egypt, and that's really important. I can't travel alone. I have to come with my family, so my husband and my three-year-old son will come too, and they're super excited about that. So we were hoping to come in March, but that's really it's maybe not going to be possible. So it'll either be March or September. We'll see what we can manage. But I miss it. I miss Egypt desperately, and I'm so excited to get back and to see, even despite the loss of my legs and the loss of the use of my hands, what might be possible in terms of my field work, whether I can manage my work in Egypt in new ways. So I've been working for the last 5 or 6 years, maybe longer, at the Temple of Karnak in Luxor in Upper Egypt. And my project there has been to record graffiti. So ancient graffiti, hieratic and hieroglyphic. That's a super awesome project. So we'll figure it out. I'll come back. And inshallah, I'll see you soon. Thank you. Inshallah. Inshallah, نتشرف بحضرتك في القاهرة قريبا. برحب بيك يا دكتورة هبة، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله كل تمام. انا عارف ان حضرتك ما بتسهريش للوقت ده، بس معلش واعتذري لنا للدكتور محمد. لا لا مفيش مشكله، اعتذري لنا للدكتور محمد. قولي لي باختصار كده، هي طبعا قالت في الـ في الـ في الفيديو يعني جزء كبير من الكلام اللي احنا ممكن نقوله للمشاهد، لكن حضرتك بس توصلي رسالتها للمشاهد بصوره يعني شعبيه شويه، انجاز التعبير. هو يعني انا هرجع يعني ورا شويه، هقول ان في 2013 انا يعني حصل تعارف بيني وبين دكتوره اليزابيث فرود، وهي دكتوره في جامعه اوكسفورد، عالمه مصريات في جامعه اوكسفورد. حضرتك عارف جامعه اوكسفورد طبعا من الجامعات طبعًا المشهوره جدا طبعًا في العالم طبعًا. وهي كنت بعمل بحث عن المراه المصريه، يعني حاجه اسمها اللينجويستيك سكسيزم، اللي هو
التحيز اللغوي فكانت ضد المرأة، فهي رجعنا لمصر القديمة وساعتها اكتشفنا ان مفيش تحيز لغوي ضد المرأة ساعتها كان في مصر القديمة. ومن ساعتها وحصل بقى تعارف لحد 2015 بعت لنا ايميلات ان اليزابيث صوت جالها مرض اللي هو اسمه، يا شباب اكتبوا حاجة على الشاشة يعني المشاهد بس يفهم احنا بنقول ايه يا شباب. اتفضلي يا دكتور. اوكي، فهي جالها تعفن الدم. تعفن الدم ده تسبب، هو مرض خطير جدا، تسبب انها فقدت رجليها وفقدت برضو الحركه في ايديها واتقطع جزء من ايديها. فهي رجعت للتدريب تاني، فلقيتها من 3 ايام حتى طبعا هي ما جاتش مصر خالص، هي كانت بتشتغل في الكرنك وبقى لها 2.5 سنين ما جاتش مصر. فلقيتها بعت على الفيسبوك بتقول يا جماعة حد يعرف تذاكر طيران رخيصة دايركت لمصر، لأن التذاكر الطيران الوحيدة هي ايجيبت اير وهي ب 777 استرليني، وهي هتضطر تسافر مع جوزها طبعا. معلش يا دكتورة الشاشة قدام حضرتك. طيب. أنا دي الصورة طبعاً. ايه دي الصورة دي؟ هي دي صورة من هي صورة وهي في الجامعة عندها طبعا مش في مصر. هي كانت هنا، انت حضرتك قلت لي ان هي كانت سليمة 100%. في صور انا بعتها لحضرتك اللي هي كانت ايام ما كانت موجوده في مصر. ده حتى كان دايما تصطحب ابنها. الصور دي فين يا شباب؟ دي هتلاقيها حضرتك، يعني هي كانت سليمه معافاه يعني. دي وكان هات الصور الاولانيه يا شباب قبل ما تتصاب. دي برضو للاسف بعد الـ يعني المرض بتاعها. هي بتقول ان هي كانت بتسال السؤال ده، فانا فكرت طبعا كل الناس كانت بترد عليها. فقلت لها طيب ما تركز يعني. دي صوره ليها دكتوره يعني هي دي كانت في اوكسفورد. هي جت هنا كانت سليمه 100%. حضرتك قلت لي ان هي عشان كانت بتعمل ابحاث كتيره من داخل المقابر وهو لاخره فاصيبت بمرض. وبرضه دي ما نقدرش نقولها نجزمها يعني. بس هي دايما كانت بتقول انها بتتعب قوي ومش عارفه ايه وكده. ده عادي يعني. بس هي عاشقه لمصر يعني. انا هقول لحضرتك ان هي لما حصل ان انا قلت لها طب ما تعالي نسال يمكن نقدر نخاطب مصر للطيران ونقول لها ادينا تذاكر مخفضه. فلقيتها هي بتقول لي انا يعني مش عايزه اكلم مصر الطيران، انا عايزه اكلم الشعب المصري. تمام. وعملت الفيديو دوت وبتقول لي كمان يعني هي فصل الكلام كده بتقول لي ان هي مصر كانت سبب، وده الحاجات اللي يعني بتمس قلب الواحد. لما تلاقي حد بيقول لك مصر هي السبب اللي كانت اديتها سبب للحياه انها تنجو من المرض ده اللي دفعها حبها لمصر، حبها لعملها في مصر. وهي عايزه ترجع بس طبعا ومش عارفه اذا كانت هترجع تعرف تشتغل تاني ولا لا. يعني عشان الاصابه هي قدميها يعني من تحت مبطولين خالص. مبطولين خالص. ودراعها الشمال لا، هي عندها دراعين فاقده فيهم الحركه. يا سبحان الله. في الاطراف وطبعا زي ودانها يعني هو مرض الحمد لله. فهي عايزه ترجع مصر تكمل ابحاثها. هي كان في صوره حلوه قوي انا بعتها لحضرتك وهي في معبد الكرنك يعني، وهي في صوره ليها وهي في معبد الكرنك. وهي لابسه نظاره الكورنيطه بتاعتها دي. وهي لابسه نظاره. تمام. هي دي كانت جميله. فهي كانت بتقول بس انها عايزه ترجع. وبعد كده لقيتها النهارده بتقول لي برضو انا، هي طبعا ما كانتش تعرف، هو طبعا يعني بعد الكشف الاثري بتاع امبارح وتعرف ان كان في ذوي القدرات الخاصه موجودين. فهي لقيتها بتقول لي انتوا عندكم الريس عامل سنه لذوي الاحتياجات الخاصه. قلت لها قلت لها لا، احنا مسمينهم لان هو ذوي القدرات الخاصه. الريس قال ايوه من سنتين هنسميهم ذوي القدرات الخاصه. فهي حتى الترم يعني عجبها قوي. فقالت لي انا نفسي تبقى مش بس رساله ان انا اجي بس واشوف شغلي. انا عايزه ابعت رساله حب من الاقصر من الكرنك لذوي القدرات الخاصه كلهم في العالم. فانا قلت يعني اعرض على حضرتك الامر يمكن ممكن نساعدها. طيب هنجتهد. اللي حضرتك بتقوليه ده ممتع يعني. حضرتك بتقوليه ده حاجة يعني، واللي أمتع إن حضرتك تسمعها وهي بتتكلم عن مصر. طبعًا إحنا كلنا من المسلم بيه قد كده بلدنا دي عظيمة، قد كده بلدنا إحنا بنعشقها، بنعشق ترابها. تمام. لكن لما تسمع حضرتك العشق ده
جاي من حد من بره. تمام. وقد كده هو مقدر. هنطلب منها تبعت لنا فيديو بتتكلم عن مصر فيه ونعرضه ان شاء الله يوم الخميس الجاي ومع الاثنين دول. وانا اوعد حضرتك يعني هي الموضوع دلوقتي ان هو تذكره مصر للطيران بس ولا استضافه؟ هي مش عايزه البنت، مش عايزه غير، بتقول مش عايزه تحمل حد حاجه، هي كل الحكايه ان هي عايزه ثلاث تذاكر مصر للطيران دايركت لانها مش هتقدر تاخد ترانزيت. تمام. وعايزاهم في مارس علشان سبتمبر هتبقى صعب قوي انها تيجي. وهي عايزه تيجي. طب وهي ما هتيجي بتاعها. ما هتيجي مش هتتكلف اقامه هنا ولا بتقعد عند مين؟ والله مش عارفه هي هتعمل ايه، يعني هي ما طلبتش مني اي حاجه غير في على الفيسبوك انها عايزه سعر التذكره مخفضه. يعني التذكره بكام حضرتك تفضلت؟ بكام التذكره؟ بكام في مصر؟ 777 استرليني. استرليني للثلاثه ولا ليها بس؟ للواحد. ياه 777 استرليني ده ايجيبت اير مصر الطيران. تمام. طيب عشان تبقى دايركت الاقصر. تمام. عشان يعني من لندن لهنا. ان شاء الله من لندن للاقصر. طيب. يعني دي عالمه مصريات بريطانيه واستاذه في اوكسفورد. هي نيوزيلنديه بتشتغل في جامعه اوكسفورد. اوكسفورد و و و ونفسها ترجع مصر تاني وتمارس ابحاثها و و و وهي بس كل اللي طالباه انه والله يعني حتى فكره مش عارف اقول لحضرتك ايه. طيب هوفرها لحضرتك ان شاء الله. يعني هوفرها سواء مصر للطيران او انا لو الامور وصلت في دي على طول يعني هبعت لمجلس الوزراء. يعني هبعت لمجلس الوزراء واكلم حضرتك. اتفضلي. هي رساله حب اكتر طبعا منها اي حاجه. طبعا 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 طبعا. وان الصحف يعني البريطانيه اللي كان فيه يعشق البلد بالشكل ده يعني. لا لا بالعكس انا شايف انها مبادره رائعه لو اتعملت. لو اتعملت وايه المانع ان وهي جايه هنا في الاطار ده انه تدعى مثلا لمؤتمر عندها كام سنه؟ هي في الثلاثينات. طيب تدعى لمؤتمر الشباب. يعني انا بقى طالب دلوقتي رئاسه الجمهوريه وان شاء الله يوم الخميس يكون سياده الرئيس عاد من مسقط والامارات ووجه ده لرئاسه الجمهوريه. وانا عارف وطنيه حضرتك قد ايه بتحب البلد وبتقدريها وبتحترميها فبالعكس لا نوجه ده لرئاسه الجمهوريه ويتم دعوتها بالطرق الدبلوماسيه يتم دعوتها تيجي تحضر مؤتمر الشباب القادم ده يبقى حاجه رائعه جدا يعني. ويا ريت حضرتك لو احنا في معبد الكرنك مع البروجكت بتاعها في المشروع بتاعها ويتوجه دعوه للعالم توجه رساله للعالم عن ذوي القدرات الخاصه. صحيح. من صحيح. هناك يعني خليني من اسبوعين كان في ماراثون في انا مقدر معبد الكرنك. لا لا بالعكس انا مقدر ده واعرف ان في ناس في الرئاسه اللقطات دي ما بتفوتهاش. يعني اللقطات الحلوه دي ما بتفوتهاش. احنا هننتظر منها كرم مصر. يعني كرم مصر ايا كان هي مصر كريمه وفاتحه دراعتها للعالم كله. هي صدرته الحضاره. صحيح. فيعني صحيح. مش هتدخل على هننتظر بس منها يوم الخميس تبعت لنا فيديو بتتكلم فيه عن مصر ان شاء الله بس. باذن الله وناخده وانا وعلى فكره هي هذا الامر ليس يعني تفضلا مننا ولا حاجه ولا يعني ان مصر تدعيها. لا بالعكس ده احنا بنشكرها شكر جزيل جدا مدى حبها وتقديرها للبلد وبنشكرها رغم الوضع الصحي اللي هي فيه. هي مصممه تيجي مصر تاني وتيجي معبد الاقصر وتوجه دعوه معبد الاقصر رغم انها جت مرات قبل كده ولها ابحاث في هذا الاطار. يعني بالعكس رساله حضرتك كلمه اخيره. اتفضلي. هي بتقول لي انا بدين لمصر بكل حاجه. يعني انا وقفت بتستوقفني الكلمات دي يا جماعه. يعني قد كده بلدنا. حاضر. الناس العظيمه بالعكس. دي بالعكس. بالعكس بالعكس انا بشكر حضرتك على اللفته المحترمه دي وانك حضرتك توقفتي فيها وانك صدرتيها لينا. واحنا باذن الله انا متخيل انه يعني في ناس في الرئاسه الحقيقه بيشتغلوا على موضوع المؤتمرات الشباب دول ولا يفوتهم مثل هذه اللمحه. يعني يفوتهم مثل هذا الامر يعني. فانا بتوجه ليهم بهذا النداء لو ممكن. بتوجه لوزاره لرئاسه الوزراء لو ممكن استاذ اسامه عبد العزيز المستشار الاعلامي في مجلس الوزراء وانا عارف مدى برضو يعني ان هو اللقطات دي ما بتفوتوش برضو. فلو لو لو حطينا ايدنا على هذا الامر وهي تروح معبد الاقصر ومعبد الكرنك في الاقصر او تدعى لمؤتمر الشباب انا ما اعرفش ايا كان الامر يعني او وزاره الاثار تدعيها يعني عارف وضع وزاره الاثار المالي يعني ايا كان الامر يعني. فاتمنى ان ده يمشي او يستمر في هذا الاطار.